السلام عليكم، حلقة جديدة من لعبة ليج اوف ليجند بنمط الرانك. اليوم نلعب شامبيون تيمو مرة جديدة، بركي يعني بركي 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 اليوم نقدر ناخد اس جريد. ان شاء الله يكون حلقة حلوة، خليكم معنا لا تروحوا لمكان راجعين. إذا تبدأ المباراة وروح لعند ليسين هون حرك حالنا شوي، استرخي لأنه المباراة ممكن تكون طويلة كالعادة. ليج اوف ليجند مباريات طويلة توصل ساعات، والساعات يعني ممكن تشوف شو ممكن تجيب. يلا وين الريد؟ نروح عند هون، هون شو عم بصير؟ ايكو اكديرس بليتس وكيت واش تقتل. انا موافق، انا موافق اذا بدك تقتل، بس شوف طاقتك المرة الجاية، انتبه على طاقتك. انا برأيي انتبه على طاقتك، انا نصحتك، نصحتك تنتبه على طاقتك دي. بس ليفل اثنين، ليفل اثنين بسرعة بسرعة، ليفل اثنين ناخد فرصة بلد. ما ناخذ فرصة لا نرجع لورا. ماتت، ولكن هو مات، أتوقع هو مات. نعم، إذا كل بكل خربطت بالسامونر سبيل يا شباب، اللي صار معي بصراحة خربطت. استعملت الفلاش بدل ال استعملت الفلاش، لاحظتوا ما في اي داعي استعمل الفلاش، والفلاش المفروض استعمله للهروب وللهجوم، دائما بنعملها هالخطة بس خربطت. لولا هالغلط كنت يمكن اخذت الفيرست بلاد، ضليت عايش ما اخذت اسيست. هلا انا اخذت اسيست. هون في الجنجل هيهلكنا بالشيلدات طبعا. يعني الحل الوحيد هلا انا فريقنا كل 2-1 ممتاز. روبوت
نشوف المعركة اللي هون. المعارك تحت شغالة. ما بقدر اخذ سي اس زياده. وما قلتي يلا سريع، محاولة سريعة بدي ارجع. أنا مشكلة فارم توب لين بهالمباراة، ما عم نقدر نعمل فارم. هالنزلة اللي نزلتها على الميد ما كانت كتير مفيدة، بس يعني بشكل عام خليت هذا طاقته قليلة. يمكن اخذ اسيست اذا حدا مات، لانه وحده من قنابلي منفجره على ما يبدو. واو، صمدت شوي بس متت بعدين. بشكل عام نتيجة جيدة، 2-1 الهجمة تبعي. نروح لفوق. صار مع بي اف. بس المفروض هلا يعني الميد والايدي مرتاحين كثير. في لاج، في لاج نوعا ما. الام اس لك وفاء اليمين 350. و
اشوف هذا شلون بيزين. كان في عندي داونلود هون، داونلود تبع لعبة صقور الارض. طاقة راح صح، لعبة من لعبة بالقناة تعرفوها، نزلها على الايباد. مثل ما قلت لكم الايدي والميد مرتاحين جدا. حاول نساعدلي بلاك. هم بتلاحظوا هيك هالوقفات هاي اللي عم بتصير كتار كتير. ها هون صار لاك كمان. بالنسبة لي عندهم ما يمكن ما بيكون عم بيصير، بس عندي نخلص هاي. رجع بالي جيب هذا الاتاك دامج هات. قتلت بانث راح يا ترى، وين ذهب؟ وهي 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 حنا كيت وضع منيح. أصبناها إصابة مباشرة بالعين. كنا عم نقول كيت وضع منيح، طراء باتت. ترنت وضع منيح إن شاء الله يموت دغري. هلا انطلاق أكيد هذا الجيم بده تابي، جتابي لانه في ارمر كثيرة مطلوب. الميد تبعنا مات والبوت تبعنا ماتوا. رايح ادعم الميد.
يلا هلا صعبة شكلها شوي بس فينا نربحها ركز على فانس ماله قليل طبعا هاي ترند ما اتوقع ثالث ترند ارجع لورا شوي انا عملت له شت داون للترند ومات الميت تبعون بقيان الايدي كاري ما بعرف وينه بصراحة شفته رامي سهم لهون من فترة تاور هاي الايدي كاري حط اثنين التي وروح مع كم ضربة يعني لا خليني اقلب على هات صار بشحن منيح عميتو عليه بلايند اذا انقذت كيت بالبلايند بالكيو بصير ما بيصيب انطلق لهون لا حاول ما يموت لأنه هيك حيموت هذا لا كتروا كتير أربعة منيح ما استعملت الفلاش لأنه شفت هاد يعني ما كنت بهرب منه بحياتي إذا أربعة توب لين كبير جدا جثة لي هون حامل عصير مو عصير بحمل هاي السكين شو بحمل عصير اناناس يمكن نطلع لفوق لا
انا والله ميت بروح. خدنا كل اللي عليه. حاول انقذ شباب. استعمل فلاش معلش، مع انه هو سبورت بس استعمل عليه كل شيء. يلا يا شباب، يلا يا شباب. اتوقع هالمعركة مع ان لاني فايت، مع اني فايت على سبورت، بس اتوقع مو خطا، ما بتوقع خطا 100%. سحبتهم لبرا شوي، بس اللي كان ناقص انه اش تجي او بليدز مثلا، لو لقط ترند كنا اخذنا كلين. احنا اخذنا كل وحدة. انا بلاقي بارون هذا ممتاز. هلا هذا بدي كمله بقى. عم بلعب هايبرد اي دي اي بي. كل كيت وكل اكزرات. اعطونا بارون. تاور هون. بعد شوي ترند خالص، يعني خالص من الالتي بقى، يعني بس يموت. حاول تخلص اش. هذا بجيبه، اخذ الاي بي. حاول جيب ترند، يا ريت لو في فلاشة. فلاشة المعركة كانت ممتازة. مات الاي بي تبعه. حاول ناخذ هالانهيبيتر. اتوقع انا هنفوز هلا اذا ضلت المباراه هيك. لا لا ضربه. والله لو بدي موت، لو بدي موت، لو بدي موت. 300 كيت متت مشان الانهيبيتر، متت مشان الانهيبيتر. ما اخذناها. شو هاد؟ انا بعتقد هذا احسن حل، نفوت على هالدراغون هاد حتى لو ما معنا لا سمايت ولا شيء. ما حدا فاضي لحد هلا.
الشافنا بس خليني اقول له شغلي لقاش اخذوا منه الدراغون كنت عم حاول بعد اش بس بليتز اجا ضرب وكان لازم يحاول يسحب اش كنا اخذنا اش ودراغون طلعنا مو اخذين لا هذا ولا هذا اختيات الكل الله هذا باي باي يعني ال بي تبعهم باي باي كمان اذا انا اخذت دبل كيل نعم اخذت دبل كيل وكيت اخذت دبل كيل سيف بسرعة شيء بيعطي اتاك سبيد مع اوه صار لي زمان زمان ما جبت الايتم ما يحق ال باي ليكون هربانين اتوقع انا هلا صرت قوي كتير هل فينا نجيبه لهذا؟ لا من هون احدى التاور تعال اخذنا الكل سب اسيست هذا هون طيب رح فينا نطلع من هون صح؟ ما فينا لانه هون حيطلعوا بعد شوي عم ناخد كيلات هون وهون فرمتو ساعات اصدقائي صوري عم تنتشر بالمكان حاول نركز على شوي بس على ايد لسان شو هذا مات القاعدة إذا بتمنى تكونوا استمتعتوا بهالحلقة من لعبة ليج اوف ليجند، مباراة كانت فوق تحت خسرانة ربحانة بس فيها شوية
مغزى يعني بشكل عام. ما كنت عم لعب كتير منيح، بتعرفوا اني انا بتيمو بقدر اقوى اكثر من هيك، بس اخر لعبه خلص عوضت. مرحله معينه صرت بالمعارك كتير صعب اني موت، بنفس الوقت عم بعمل ضرر كبير بالاعداء. ما تنسوا تعملوا لايك للمقطع، تشتركوا بالقناه وتفعلوا الجرس اذا ما كنتم مفعلينه ليجيكم كل جديد من قناه الونجنجن 1. سلام.